الصباح بالوجوه الطيبة بالوجوه الحسنة حسنة المظهر والقلب والقالب أكيد زملائنا بالجاليري وخلف الكاميرات كل الفنيين كل حدا عم يكون سبب لنطلع بالصورة الحلوة قدامكم بهالوسع بهالألوان الحلوة. الله يوسع علينا وعليكم ويملي بيوتنا وبيوتكم دائما بالسيد علي الزميل علي. اليوم معنا مخرج مشخص زي ما أنتم شايفين وعلي الحنيطي تحديدا ماشي. الله يسعدكم ويسعد صباحكم جميعا. اليوم أنا وياكم أو مش اليوم هو إحنا مبارح رحنا على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وجبنا شوية هالألوان الحلوة، بعدين رحت جبت شوية سمك فريش. هالنوع من السمكة أنا على المستوى الشخصي بحبه، بحب أدل عليه كل الناس كل الحبايب كل الأهل وأكيد أنتوا أهلنا بالعشم طبعا إذا في بالدنيا خير. هذا النوع من السمك من الأسماك اللي كتير دسمة يعني ما بنشف معاكي، كتير زاكي، كتير سعره على قد الجيبة، وكمان بنجيبه فريش فروزن أو مجمد أنا ما بشجع. رح نحكي عن تفاصيل خلال الحلقة أكيد، بس نشوف أكيد المقادير على الهواء مباشرة. بدي أوجه تحية لكل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني الكسيح، رجعوا شخصوا معانا أكيد من أهل الدار الكسيح. يعني أنا ما بشعر إنه سبونسر أو إشي، بحس إني أنا عم بحكي عن حدا بخصني كتير على قد ما بحب هالمنتجات وحتى الجماعة طيبين شرواكم أكيد، بالإضافة إلى العديد من شركائنا من معكرونة ونودلز جوستو، بالإضافة إلى بهارات إسناد السعودية ومحل ستيفيانا كبديل من البدائل عن السكر الأبيض، وأخيرا وليس آخرا الطحين وسميد الجمل. الله يصبحكم بالخير وخلينا أنا وياكم نبحر في بحر الأسماك مزيدا من الفسفور واليود، ولتذكير السيدات بأهمية وضرورة تحضير هالأطباق من أطباق السيفود أو الأسماك. وكمان رح أعملكم صحن شوربة للي ولادها ما بيحبوا السمك، أو في عندك كيس فيليه ما بيقضي لكل العيلة وما بدي أروح أشتري، فعندي هالكيس على قدي شو أعمل فيه؟ رح نسوي صحن شوربة مشخص. المقادير على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. لتحضير سمك سيباس بالتمر الهندي وعصير البصل، جديدة هاي عصير البصل يا بدنا سمك سيباس فريش 350-400 جرام الحبة، ربع كوب من عصير البصل، معلقة كبيرة من معجون التمر الهندي، انت بتعمليه أو بتجيبيه جاهز، 2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي و2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، عصير ليمون، عم بقرأ شوي شوي عشان تلحقوا تاخذوا الخلطة لأنها إشي خطير خصوصا إذا عملتوها على الفحم، ثوم مهروس الكمية اللي بدك إياها طبعا، ملح وفلفل رح ناخدهم من الكسيح، كمون من إسناد، كزبرة ناشفة وبدنا نستخدم كزبرة خضرة كمان، بهار سمك من إسناد بالإضافة إلى البابريكا ويفضل تكون خشنة عشان تبين معك. الخضار أكيد إذا شويتيه على الفحم خير وبركة، بدك تعمليه صينية بالفرن. للخضار رح نجيب كوسة بقشرة لأنه في سوائل كتير، بطاطا رح نقطعها سلايس رفيع 2 سنتي فقط، جزر مقطع سلايس، بصل مبروش ومصفى، بابريكا، زيت نباتي، ملح وفلفل. تمام السمكة قدامكم مشخصة، وعلى ما أعتقد اللي عنده خبرة بالسمك رح يقدر يعرف قديش عمر السمكة. مبارح وصلت إلى البلاد سمكة فريش اللي بغششني لون خياشيمها بالإضافة إلى لمعة جلدها، وكمان هي نوع من أنواع السمك اللي تقريبا رأس السمكة أو حجم السمكة بيجي بالطول، فإذا أنا عملتها هيك رح تقدروا تشوفوا شو قصدي. نوعها بتدرج ما بين 3 ألوان، ما بين الأبيض السيلفر وبيبلش يطلع. هالنوع من السمكة بعيش في أعماق البحار، وهالسمكة كتير مشهور عند أهلنا بالكويت وأصحابنا وحبايبنا في دول الخليج وتحديدا في الكويت، من أنواع السمك اللي كتير عليها إقبال. سمكة دسمة، شو يعني دسمة؟ هاي السمكة لما أنت بتيجي بتشيل القشرة بس بعد الاستواء، وهلأ رح أورجيكم لحمتها بيضة. أولا عمر السمكة تمام،
شوفي من هون رح أحكي، إحنا حكينا كتير بس رح أعد لك بشكل سريع. تمسكي السمكة من ديلها، إذا شعرتي إنها نزلت كتير كيرف وحسيتي إنها مش شادة حيلها من هون على العمود الفقري لإلها، اعرفي إنها قديمة تتجاوز 3 أيام. بعدين رح نجيب أصبعنا وبنصها رح نضغط عليها قوي 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 قوي، شدي إيدك وشيلي أصبعك. مكان أصبعي ما علم، إذا علم كتير ورسم مكان أصبعي اعرفي إنها قديمة. ثلاثة، رح نفتح السمكة ونشوف، وهي نفتح الخياشيم طلع الألوان، طلع لونها، هذا اللون بيقول لك كمان إنها فريش، اللون الوردي الفاتح أو الأحمر، إحنا نحكي لها بالعمية المحندق. كمان عيون السمكة، إذا لقيتي العين مش صافية اعرفي إنه عمرها كتير زمان بالتلاجة ومش طازة. زمان علمونا نمسك السمكة ونحطها بوشنا، إذا بتشعري إنه السمكة بتطلع عليك هي بتطلع عليه ومش عاجبها يا علي، ها هحط وشها على الكاميرا شوفوا إذا بتطلع عليكم أو لا. والله مبسوطة. شوفي بتشعري السمكة عم تطلع عليك، اعرفي إنها كمان فريش، فهالسمكة هاي عمرها لا يتجاوز عن يوم أولا. ثانيا بلأنها بأعماق البحر هي دسمة كتير، دسمة يعني السمك بتحسي فيه جوسي، ما بتحسي كتير ناشف. السمك ما بده وقت كتير بالفرن، السمك أسهل طبخة وأفخم صنف، يعني أنا بالنسبة لي أفخم من لحمة على الطاولة مثلا. هالنوع من السمك طيب مش غالي، إذا أنت كست بيت ما بتحب السيباس أو ما لقيتي فيك تستبدليه بالدينيس، وفيك تستبدلي الخلطة تعمليها مع الفيلة. الحلو بهاي الخلطة اللي إحنا بنعملها عادة أنا وياكم كل الستات وكل الشفعات، شو بنساوي؟ بنروح بنجيب ثوم، بصل، كزبرة، أيا كان من المواد، نعمل خلطة، نحشي هالسمكة وبنحطها بالفرن، وصار في عنا روتين الأسماك، فيا سمكة مشوية، يا أمي بتقليها، يا بنعمل صواني من الفيلة. هذا الموضوع لحتى نروح أنا وياكم في عالم البحر. السمكة هاي بتيجي بالطول حكينا تمام، وطازة وأمورها تمام. أي سمك بدك تعملي فيك تقولي له اعمل لي إياها دفتر، المصطلح المتعارف عليه بالأردن أو بين المسامك، لما تقولي له دفتر بيفتحها من فوق مش من بطنها، طبعا من بطنها عشان ننظفها، بيفتح لك إياها من فوق، بمقص السمك بشيل لك كل الحسك اللي هون اللي ماسك السمكة، فبتصير معاك السمكة شو عم تفتح وتسكر دفتر بدون العمود اللي موجود فوق اللي هو العمود الفقري للسمكة. هاي واحد. اثنين، ممكن تقولي له اعمل لي إياها شو سنجاري. شو يعني سنجاري؟ بفتح لك إياها بهالطريقة زي ما إحنا بنشوف في المطاعم العراقية، فهو السنجاري معروف بالعراق عند أهلنا في العراق، فبتكون هي مفتوحة بهالشكل بس إيش مفتوحة على الآخر، دفتر يعني تفتح وتسكر بهالشكل، سنجاري يعني هذا العمود مش موجود اللي هون العمود الفقري للسمكة بس كمان مفتوحة بهالشكل على الآخر، هذا اسمه سنجاري تمام. أنا شو قلت له؟ قلت له نظف لي إياها ستاندر، يعني بنظف اللي بقلبها وبشيل قشور السمك. اتفقنا؟ سعرها مش غالي وفي عروض، أنا زيكم نشتري بالعروض، يعني هاي شطارة صراحة موضوع العروض ومتابعتها. بدنا نعمل حشوة وطعم ما صار، بس ما حدا رح يعرف إنه أنا وإنتوا عاملين قصة بالخلطة. عشان تكونوا عارفين السمك بده بهار وبده حشوة، بس الشيف ما بدها تحط حشوة، بس كمان رح نحط حشوة. كيف؟ أول إشي هاي الشغلة أنا تعلمتها من حدا كتير كبير بالعمر، وجه له تحية أكيد هو والدي، اللي هي عشان تاخدي نكهة صح وقوية وما تغلبي معدتك، جيبي بصلة حطيها على محضرة الطعام واطحني لك رسين بصل كبار. بعدين بعد ما طحنته شوفي شو صار، هاي أخذت اللوب تبع البصل من فوق ومن هون صار في عندي عصير بصل، إذا أنا عم باخد نكهة بصل بس إيش خفيفة، يعني رح تكون النكهة واضحة بس بدون ما أغلب معدتي. هلأ إحنا لا رح نكب هاي ولا رح نكب هاي، شو رح نعمل؟ العصير رح ناخده لحشوة السمك. بسم الله، عصير بصل، جربي وشوفي قديش حتفرق معاكي كتير. كمان عصير ليمون، عصير الليمون مع التمر الهندي، ما أنت يا شيف حاطة تمر هندي، فهل يعقل نضيف كمان ليمون وتصير الأكل كتير حامضة؟ عشان تكوني عارفة عصير الليمون مع السمك وفرن أو فحم بشد لحمة السمك، بس مش اللحمة الداخلية، الجلدة، فبتصير عندك الجلدة تمام زي جلد اللي هي درع واقي للحمة من جوا، فبتعطيكي طعم وكمان بتخلي اللحمة تشد وما تفرط اللي هي لحمة السمكة.
إذا ما في إشي بنحطه إحنا بس لأنه بدي أحط ليمون، لا كل شيء له سبب. التوم، بما إنه الشيف قالت إنه إحنا بنحط حشوة بس بدون حشوة، إذا بده يكون إشي سوفت، ما بده يكون إشي واضح. إذا التوم بدنا نهرسه على الآخر وحطي الكمية اللي بدك إياها. هي كمان خطوة. الخطوة الثالثة، معجون تمر هندي. بالزمانات كل شيء بالدنيا تطور والحياة تقدمت، كنا إحنا زمان زي ما علمونا أهلينا نجيب التمر الهندي وننقعه ونصفيه برمضان ونضل حايصين بحالنا. هذا دلتكم عليه كتير ورح أرجع أدلك عليه، يعني لونه بقولك قديش هو مركز. معجون تمر هندي، طلعي كيف مركز. هاي الكمية بتكفي 6 سمكات للي بيعملوا الأكل اللي فيه التمر الهندي، اللفت، الجزر، أيا كان طبخات فيها التمر الهندي. حتدعولي على هالمدلة، وسعره أبدا مش غالي. وين موجود؟ موجود في المحلات اللي بيبيعوا المخللات، عند الدلي، بمرتبنات، يعني له تعبئات مختلفة. اتفقنا؟ رح أحط النتفة هاي بس لأنه طعمه مركز ورهيب ولونه خرافي، ما رح يعطيكي لون أسود. السمك بحب زيت الزيتون، بس كمان في عندي خضرة، فأنا بحب أخلط دايماً عشان أريح معدتي. رح أخذ زيت زيتون وزيت نباتي بهالشكل تقريباً لكل سمكة بدك 2 معلقة كبار من كل نوع من الزيوت. زيت نباتي وزيت زيتون، اتفقنا؟ هنحركهم مع بعض. لهلأ الخلطة سايلة، ما صار في عندي معجون. اللي رح نعمله رح نزيد البهارات، كمون، كركم، كزبرة، هدول دايما مع السمك ما تنسيهم، كمون، كركم، كزبرة. الكاري لا، ليش الكركم؟ عشان يضل لونه ذهبي، بس بما اني حاطة انا تمر هندي ما بدي لونه ذهبي، انا بدي لون التمر الهندي. رح احط كزبرة ناشفة، بابريكا خشنة، هي انا ها شوي راعيت اللون، زبطت الالوان، بابريكا خشنة مطحونة ناعمة اللي بدك اياه اللي موجود عندك. رح اجيب توابل السمك من اسناد، واسناد في عندهم توابل سمك نوعين صراحة وإشي كتير طيب. شوفي لونه، يا ترى ليش لونه ابيض؟ حاطين مع البهار تغليفة بتعمل على السمك زي من برا زي كيف الأرشلة، نفس العملية. هالبهار عندهم صراحة للأسماك جدا مميز مش شوي. فحطينا البابريكا بالإضافة للكزبرة وبهار السمك، رح نكملها بالكمون، ودايما كمون ما تكتر، الكمون نكهته قوية بمرمر بالطبخ، ما بنكتر، تقريبا 0.5 معلقة صغيرة من إسنان. وبعدين لا غنى عن الملح والفلفل من الكسيح، الله يعطيهم العافية ويقويهم دائما. رح نحط شوية الفلفل الأسود بهالشكل مع الملح، وبعدين رح نحرك هالخلطة. حسيت انه بدها تمر هندي كمان زيدي. هلأ في ناس بحبوا نكهة ما بحبوا نكهة قوية جدا، في ناس بحبوا لا يبقى حامض كتير والنكهة واضحة، فهاي أمور أكيد يعني اختيارية بالأول وبالآخر. رح نرجع نعمل هالخلطة السائلة هاي اللي رح تتغلغل بالسمكة. بس صارت خلطتنا جاهزة. شو رح نساوي؟ رح نجيب سكين مطبخ، وسكين المطبخ يا ستي العزيزة ما بدي شنطر لي السمكة أو يخرب لي لحمتها، فبالأول وبالآخر بدها تكون السكين ماضي، مهم جدا يكون سكينك ماضي أو إنك أنت تمضي. فرح نعمل فيها هاي الثقوب، نخلي السكينة وين توقف؟ توقف عند العظمة، فرح أحس في إشي وقف بطريقي، فمن هون هيها وقفت، مش نروح نقسمها على الآخر. هاي الثقوب اللي رح تخلي السمكة تاخد النكهة صح، فرح تدوقي لحمة سمك ممكن تاكليها حاف على قد ما هي طيبة. فالسمك فن، يعني السمك من أسهل الأصناف اللي ممكن تجهزيها وأسرعها بالطبخ، يعني هاي السمكة 3 ساعة بتكون ريدي، ما رح تاخد وقت. على الفحم جربوا عملوا دينيس مش سيباس على هاي الخلطة وادعوا لي، أنا سويت لكم إياها هون، اللي بحب ياخدها بتلاقوها على اليوتيوب وعلى منصة التلفزيون الأردني أكيد وصفحة المطبخ. رح نجيبها، شو نعملها؟ نسبحها بالضبط. أنا عم باخد نكهة بس ما عم بعمل حشوة، وهيك صار في عندك طريقة للسمك المشوي بعيد عن الحشوات. شايفة؟ إذا عملتيها قبل بيوم خير وبركة، بتحطيها في بايركس، بتحطيها بصينية مطبخ، بتحطيها بأي إشي بدك إياه بيزبط. حبيتي التبليها
مع خضار بصير. هلأ رح نحكي عن موضوع الخضار، عملت لكم إياها مع خضار صراحة عشان نحكي عن موضوع الخضار. ليش السمكة؟ شو صار فيها السمكة؟ السمكة عم تستوي ولكن الخضار لسه عم تقرط أو تقرش، ما استوت الخضار. كيف؟ اللي بده يصير كالآتي، أنا عاملة هون بطاطا سلايس وجزر سلايس والكوسة كتير تخينة، الحبة زي ما هي قصيتها بالنص. اللي بصير كالآتي، السمك ما بده وقت بالفرن، يعني إحنا بنحكي عن تلت ساعة. شو هالخضرة هاي فعلياً اللي بدها تلت ساعة؟ الجزر بالتلت ساعة بستوي، بس بشرط يكون سلايس شبر زي ما بدكم سموه مثلاً. هاي واحد. شو عملنا؟ نقعناه بشوية مي، هاي المي رح تطر الجزر، الجزر رح يستوي بيضل لونه حلو بالفرن. اثنين، بالنسبة للكوسة، الكوسة زي ما هي قسمناها من النص لأن الكوسة مليان بالسوائل، القشرة رح أخليها عشان تحمل اللب وبنفس الوقت ما يبخ ميته ويضل بزهاوته وجماله، فبرضه كمان ما بياخد وقت. الإشي الوحيد اللي رح ياخد معاي وقت هو البطاطا، البطاطا مليانة نشويات، فيفضل أعملها سلايس، يعني زي ما بدك تقليها وتطعمي ولادك مع السمك. شايفة قديش 1 سنتي؟ أبداً 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 ما تخليها خميلة. ليه؟ عشان تلحق مدة الطهي وكل المواد تستوي مع بعض. فرح ننزل بالضبط، رح ننزل البطاطا بسم الله الرحمن الرحيم، ورح ننزل الكوسة والجزر، وعادة بنحط معاهم إحنا بالصواني بصل سلايس. البصل ممكن يكون زاكي وممكن ما يكون زاكي، بما إني أنا سحبت عصير البصلة بالتالي أنا أولى أني أخذ اللب تبعها بدل ما أكبها، وهيك بنكون كسبنا البصلة بالجهتين وأخذنا نكهة بالجهتين، وكمان غيرنا بموضوع البصل إن كان بالحشوة أو إن كان مع الخضار. فاللي رح يصير، رح نجيب لب البصل، طبعا هاي الحركه جربوها مع المشاوي ادعوا لي، رح ناخذ لب البصل هيو زي الفوم زي الثلج بايدي، رح نحطه على الخلطه، وكمان رح ندعمه بشويه بابريكا خشنه بهالطريقه، وكمان نلحقها بفلفل اسود من الكسيح، والفلفل الاسود من الكسيح خشن وبتحسي انه هلا مطحون على قد ما هو قوي، ملح للخضره على الحل. بس هنقلبهم مع بعض، بعدين رح أدعمهم عشان أنا مش عاملة خضار سوتيه وعاملة سمكة مشوية، لا إحنا بدنا نشتغل صح. رح ناخد جزء من هالخلطة نتبل فيه الخضار بسم الله الرحمن الرحيم، وهاي الخلطة أصلاً فيها النكهات وفيها الزيوت. بدي أحط مي، دايماً بقولكم حطوا مي بالوصفة هاي تحديداً، تحطوش مي نهائياً. المي اللي بالكوسة وبالجزر بتكفي وبتوفي، والسمك فيه مي سوائل، أول ما يشم النار رح ينزل كل السوائل اللي موجودة فيه. رح نجيب السمكات ونرجع نعمل لها كمان حمام مائي بهالخلطة، تمام. نص ساعة طبختك جاهزة بهالشكل ونروح. وزي ما حكينا دايما خبي جزء من الخلطة عشان لما بدي أحمرها أدهن على وجهها من الخلطة اللي أنا عمليتها وتضل تلمع وبزهاوتها. هنجيب السمكات ونحطهم، ممكن فينا نحط سلايس بصل، فيك تحط فليفلة زي ما هي، بتشليها من الفرن وبتحطيها قدام أهل بيتك تماما زي ما هي، وبغمسوها ومن دهنه قليله، كل دهنة السمك وكل دسمته حتنزل على الخضار، إشي غير شكل صراحة. هلأ في ممكن إذا بتحبي تجيبي شوية كزبرة تحطي بس هيك على الوش، ما رح تسود بشرط، لما نغطيها بالقصدي رح يطلع بخار، هذا البخار رح يحمي الكزبرة إنها مثلا ما تسود وتضل معاكي فريش زي ما أنتي بتحبيها. شو بعد الفاصل ولا نطلعها هلأ؟ على بالك بعد الفاصل، ماشي بعد الفاصل رح نطلع السمكات، بس تعالوا نشوفهم بالفرن قبل ما تروحوا. يلا. طبعا انا شو عملت لما اجيت بدي احمر السمكات، جبت معلقه من التمر الهندي وحليتها كمان بالخلطه الجاهزه، ورجعت بالفرشاه السيليكون بس على السمك بدون الخضار عشان اخذ هاي النكهه الدبقه. فالتمر الهندي مع عصير الليمون
تحت الشواية زي اللي تكرملوا. هلأ بس نرجع أنا وياكم رح نشوف هل فعلا هاي السمكة بتضل جوسي ولا ناشفة. وأكيد إحنا بنعرف إنه السمك إذا كان أوفر كوك أو طبخ زيادة بصير زي الكوشوك، فمش شطارة أبدا يضل بالفرن. هالسمكات هاي على الفحم بكل ميلي 5 دقايق، بجوز تقولي لا بس جربي رح تعجبك كتير، وبالفرن 3 ساعة ونص مع الخضار. بعد الفاصل رح نقدمها، استنونا. وبعدين رح نعرف الجواب. بسم الله. لتحضير شوربة فيليه سمك مع الذرة بدنا قطعة فيليه سمك مقطعة مكعبات كبيرة كبيرة لأنه رح تكش، روبيان بيبي أو اللي اسمه جمبري أو اللي اسمه ريدس، فكلها مسميات واحدة لنفس المنتج الغذائي. كمان رح نحط طبعا اختيار وجبي مجمد أو فرلك بالسعر، بالإضافة لعلبة ذرة معلبة وكوب من الجزر المبروش، شبت أخضر مفروم أو اللي هو الدل نحكي له، زيت نباتي، بصل مفروم ناعم، ثوم مهروس، زنجبيل مبروش، بالإضافة لفطر أبيض طازج مقطع اختياري، كوب من كريمة الطبخ و2 كوب من مرق السمك إن وجد، ملح وفلفل من الكسيح، عصرة ليمون آخر إشي لما تيجي تأكلي الشوربة، وكمون من إسناد، إبهار سمك من إسناد، وبابريكا. مرق السمك كيف أعمل ستوك مرق؟ كيف عنا مرقة جاج ولحمة؟ نفس الشيء عنا مرقة سمك. رح نجيب عظم أو حسك سمك حوشيهم، قشور أو راس الجمبري أو الديل كله حوشي. كمان رح نجيب راس سمك ويفضل يكون سالمون، هلأ بنحكي ليش. قشرة ليمون صفرة بدون لب، بس القشرة، قطعة بصل، ورق غار، حب هيل، تحطيش عود قرفة لأنه عود القرفة بيخلي المرقة تصير بني، بتصير غامقة. مرق السمك بمحلات السمك بنفلفل فيه رز الصيادية، بنفلفل فيه الرز، بنعمل فيه الرز المكسيكان، رز البايلا مثلا أو البايلا الإسبانية، بنعمل فيه كتير أفكار. وبالنسبة للشوربات، شوربة السمك بالمطعم أطيب من اللي أنت بتعمليها ببعض الأحيان مش دايما، السبب إنه هم بيستخدموا مرق سمك فبتكون نكهة واضحة جدا، مش زينا في البيوت بنستعجل وبنحط مي مغلية. أحد الأسئلة كيف أعمل مرقة سمك، من وين بدي أعملها؟ ما السمك سمك، بتروحي على المسمكة وإذا إلك عليهم أو بتموني عليهم قولي له حوش لي، في ناس بيعطيكي وفي ناس ما بيعطيكي. ليش؟ لأنه هاي المسمكة نفسها إلها مطعم فبياخدوا هاي الأمور إلهم للشغل، فعشان تكوني عارفة يا إما بتحوشي يا إما قولي له يا عمي بيعني ياهم بيع، عادة ما يعني الخير موجود فما بياخدوا حقها. أطيب سمك لتاخدي منه ستوك مرق هو السالمون أو السلمون. ليش؟ لأنه حسكه عظمه طلعي يعني إلا بالمقص تبع السمك ما بيقص معي، عظمه خميل فيه دسم كتير. بعدين شوفي كمية اللحم بعد ما الشب في المسمكة أو الشيف بعد ما يسحب لك قطعة السالمون بيضل لحمة عليها، فهاي النكهة رح تنزل في المرقة. بعدين الرأس للسمكة السالمون، هي الرأس صح؟ الرأس في عنده الوجنتين من هون، خد السمكة فيه نسبة من اللي هو أكتر إشي أنا بحبه في السمكة من هون، كولاجين طبيعي طبعا للوجه، خد السمكة فيه دسم. بعدين شوفي منطقة الرأس، هلأ هاي وهاي ما بنبيعها في المسمكة فبتصفي إتلاف، طبعا ما بنتلفها، بجمدها في محل وبيخليها للمطاعم وأحيانا ببيعوها لمطاعم السمك. شوفي قديش فيها لحمة، هلأ هاي إذا بدي أنا أسحبها خلص ما هون عظم، إذا أنا بقدرش أستفيد منها فشو بتصير؟ بتضل مكانها، فهاي كلياتها رح تنزل في الشوربة اللحمة ودسمها. مشان هيك بقول لك سمكة السالمون هي أفضل إشي لمرق السمك. شو نعمل؟ رح نجيب شوية مي من مي من الحنفية مش مغلية، هيها، ورح ننزل فيها أي قشور جمبري، راس الجمبري جبت فريش وقشرته مثلا، بس بده يكون كله ناي مش يبقى مشوي ونخبيه، لا
تمام، راح ننزل راس السمكة وبالمي ونلحقها بالمطيبات، وزي ما اتفقت أنا وياكم لا تحطي قرفة نهائيا، القرفة راح تغمق لك إياها. بصلة قطع، هاي مطيبات، واحد قشرة ليمون، قشرة بدون اللب بتمرمر وبتعطي نكهة مش زاكية، بس اغسليها منيح. ورق غار، ورقة سيدنا موسى أو ورق لورا، هدول الثلاث أسماء لنفس المنتج. والحب هيل زي ما هو جبته من المطحنة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. بعدين شو صار؟ بدي أحطهم على الغاز، بشيل الزفرة وبخليها تقلم. هلأ قدامك خطوتين، إذا بدك بس المرقة خلي السمك تضل تغلي تغلي تغلي، رح يصير اللحم زي الكاوشوك، يعني رح نتلفه ما رح ناكله إذا بدك إياها كتير دسمة. إذا بدك اللحم اللي موجودة براس السمكة وعلى الحسك، أول ما تغلي غلوتين ويتغير اللون اسحب اللحمة وردي، رجعي اللحم العظم عشان يكمل غلي ويعطيكي مرق. فاللحمة زي ما حكينا إذا أوفر كوك بتصير زي الكوشوك، فإذا بدي إياها تنزل بالشوربة بسحبها سلف، بشفي العظم بعدين برجعه. هلأ أنا صراحة عندي بالفريزر قطعت فيلة، جبتها غسلتها شو ما كان نوعها بيزبط، قطعتها مكعبات صغيرة عشان أعمل شوربة. هاي لطلاب اللي على مقاعد الدراسة، يود، فسفور، نشاط، فيش خمول، شوربة جدا جدا غنية، بتعطي الجسم طاقة وبتعوضه كتير بمكملات غذائية وأوميجا 3، حدث ولا حرج. الجمبري بشتري كيس أبوئية 250 جرام، في طبعا كل إشي مجمدات بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وجبت البيبي شرم أو الجمبري البيبي، كمشة بكمشة زي ما أنتوا شايفين. على السريع ما راح نطيل الحديث أكثر من هيك، الشوربات عادة بنحط زيت زيتون، أنا مع الشوربة سمك بحب زبدة وزيت أو زيت لحاله، مثلا زبدة وزيت. راح ألحقها بشوية بصل مفروم ناعم كيوبس. على السريع اسمع الصوت، هاي النكهة بتعطيني طعم بجنة. رح نعمل سوتيه للبصل سريع 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 هالطريقة، وكمان شوية زنجبيل فريش، الزنجبيل كتريهم شوي، رح قلبه السمك الكزبرة والزنجبيل والشبت كل إشي فريش بحبه السمك. رح نحط له كمان شوية ثوم، شوربة هاي ما تكتري على الخفيف. نعمل سوتيه، إذا أنا ما دبل معي البصل، بس شو يعني سوتيه؟ يعني أعطيته لون على الغاز، ما قعد كثير على النار أبدا، مباشرة بنكمل عليه، الشوربة ما بتستنى. بنحط ذرة معلبة، ممكن تحطي هريسة ذرة، جزر مبروش، كله سوتيه مع بعضه. كمان رح نكمل بفطر أبيض فريش إن وجد، إذا بتحبي ما بتحبي بطلع زي ما بدك. نص علبة هدول كل سوتيه. بدنا نبلش نقليهم مع بعض. هلا رح يصير في عندي سوائل، بعدين رح أكملهم بالجمبري والسمك. شوربة سمك إذا أنت بدك تقوي قلبك في نكهات كتير زاكية وقوية، جمبري كمشة حتى أقل من وقية، هدول ما بيكملوا وقية، دوب 100 جرام 150 جرام. سمك الفيليه القطعة رح نحطها، اللي بحبوا أولادها الفيليه هاي أحلى شوربة. رح نحط الشوربة، قطع الفيليه للشوربة بهالشكل، وبعدين هلأ بدنا نعمل لهم تقليبة سريعة مع البهارات. طيب خليهم يتقلوا ونشوف الحكي عشان يكون واضح الأمور قدامكم. هاي سمكة السالمون، أنا ما شفيت لحمتها، بدي المرأة تكون كتير دسمة، ما شفيت اللحمة، هل تؤكل؟ لا، كوشوك هاي. طب إذا بدي اللحمة، شايف شوفي كيف صارت غير لونها، بطل في إشي إله دخل بالسالمون. إذا بدي إياها اللحمة بروح بشفيها زي هيك، بفكفكها وبرجع العظم هذا اللي هيو اللي بزين، بروح برجعه على المي وبكمل استوى. اتفقنا؟ تمام. فلما يروح جوزك يشتري لك سمك قولي له جيب لي معك حسك إذا صح لك، وضلك حوشي حوشي بالفريزر. أنا هون حتى بالتلفزيون بحوش، كل ما بدي حلقة سمك بطلع والأمور بتصير تمام. بعدين يا ستي العزيزة رح نعمل هاي التشويحة، سوائل السمك نزلت وهذا اللي بدي إياه، بدي النكهة صح. كمان رح نحط البهارات اللي هي ملح وفلفل، شوية بابريكا، إشي بسيط إذا بتحبي، كمون ضروري جدا كتير طيب معها صراحة، هاي كمون وملح وفلفل من الكسيح،
بدك تحطي بهار سمك معها حطي، ولكن احنا مع الشوربات نهائيا ما بنحط بهار سمك نهائي. بنعتمد على نكهه السمك اللي موجوده بالشوربه، نعملهم تقليبه مع هاي البهارات، وبعدين يا ستي العزيزه رح نضيف عليها مرقه السمك. شوفي المرقه كيف من جوا كانه عليها نقط زيت بس صافيه 100%. طبعا بالمطاعم بنسلق بنصفي بنبرد بنحط بالثلاجات، وبنضل في المطعم نقلب شغل 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 الى اخره. هلا هون بدك السمك لما يستوي بالجمبري والامور تمام، والخضره اذا انت لاحظتي اياكي تطبخيها زياده بروح طعمها. هلا هون بعد ما انا استوت معي امورها تمام، بدعمها في كوب او نص كوب من الفريش كريم، كريمه الطبخ. صراحه انا ما راح اكتر، انا مش عامله شوربه سمك بالكريمه، انا بس راح احط نكهه وتضل معي شوربه يعني تقريبا بينك صوص. واخر شيء واهم شيء واطيب شيء مع السمك كزبره او شبت، وانا بالنسبه لي الشبت هو راس الكوم اللي هو اسمه الدل، اوراق الشومر الفريش. راح نجيب شويه شبت ونعلي الغاز. شوفي قديش حطيت كميه، قد ما هو طيب جدا مع الشوربه. كل شيء انا حكيته بتقدر تجيبيه فروزن، يعني بتقدر تجيبي مجمد من المؤسسه وتحطي معك هالصحن هالشوربه وخلاص. شوفي كيف الجزر لونه اورنج تمام ولا كانه مطبوخ. حبه البيبي شريم موجوده. شوفي كيف الشبت بضل معي اخضر. شوفي الذره كمان معي ما وقعت. فالشوربه اهم شيء تعملي لها سوتيه، دائما حطي الطنجره تغلي لحالها فاضيه تاخذ درجه الحراره، بعدين اعملي تشك او صدمه للماده الغذائيه اللي هي البصل الى اخره. رح نصب صحن الشوربه والسلام ختام. صراحه شيء كثير طيب وسريع جدا، يعني كل الشوربه شفتوا كيف كله تك 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 ورا بعض ما بياخذ وقت. وهي خليت لكم الني عشان تشوفوها. طبعا عصره الليمون هي اللي بتوازن النكهه. فرح نجيب صحن الشوربه ورح اخليها بس تقلب قلبي خفيفه. ومجددا نرجع نشكر كل شركائنا بمطبخ التلفزيون الاردني جميعا، واكيد دائما الشكر موصول للمؤسسه الاستهلاكيه العسكريه على تعاونهم الدائم معنا. بتصير صحن الشوربه معاي ريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحرك دائما مع قارب الساعه وبنشيل. شوفي قطع الفيليه قبل ما اسكبها معاي واضحه مستويه، هذا اللون اللي انتم شايفينه من الكمون، عشان هيك دائما بقول لكم لا تكتروا. شيء رهيب رهيب وكثير زاكيه من الاصناف اللي موجوده على احدى قوائم المطاعم. شوف الفطر معاي كيف صار لونه، حتى الفطر صراحه بيعطي طعم رهيب للشوربه. وبس سلامتكم وتعوشوا وتاكلوهم بالهنا ان شاء الله دائما يا رب. دائما اسكبي بسنتر الصحن وبتوزع. شايفين مع الكريمه ولا كانها بالكريمه، بس انا كسرت حده الالوان. بتحبي تخليها على مرقه السمك بصير على الحل، يعني بصير. رح نطفي الغاز ونرجع نسكب الصحن الثاني والسلام ختام. هلا رح تشوفي على الشوربه اول ما بتغلي رح تشوفي شيء زي الفوم. لا تفكري انه هاي زنخه سمك، لا، بس هذا الفوم اللي بيطلع من سوائل السمك، فما تشيليها، هي هاي النكهة الصح. يا سلام. طب وين عصرة الليمون نحطها؟ على وجه الشوربة، إشي خرافي. بالمطعم ما بحط لك لأنه في اختلاف أذواق، بحط لك شرحة الليمون بحدك، أنت حرة بتحطي أو لا، بس أنا رح أحط لأنها إشي كتير زاكي. على فكرة كتير مفيد للحوامل، للمرضع، طلاب الدراسة. السمك يعني إذا مش مرة بالأسبوع مرتين بالشهر، مرة يا ستي بالشهر، بس ما تنسي كتير مهم. وحاولي اقنعي أولادك بأي طريقة ممكن لأنه إشي صراحة كتير مفيد. هلأ رح أجيب معلقة من عصير الليمون للتقديم ومعلقة من الفريش كريم ونقدم صحن شوربة خطير. يلا عصير ليمون بسم الله الرحمن الرحيم بهالشكل، هيك عصرة الليمون فقط، وهي كمان عصرة ليمون، والفريش كريم حنقدمها برضو كمان على صحن الشوربة. بسم الله.